للمشاغب محمد بن خالد العطية. تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط الثاني عشر وهو الشوط ما قبل الختام الخاص للحيل. نتابع تحديات هذا اليوم الخاصة لشعرة أصحاب اسمه الشيوخ والسعادة. نتابع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، المركز الأول في هذا التحدي الكبير. نتابع أبعاد لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابع أبعاد في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الثاني تصل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل أم هيوبة لهجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم أم هيوبة في المركز الثاني. بينما المركز الثالث نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق على ثالث المراكز، هذه بروة لهجن الشقب والمضمر البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، يقدم لنا بروة في المركز الثالث. المركز الرابع ناخذ المركز الرابع لنتابع أمجاد لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس تصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل مواري لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. إذن هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمس الأولى مع نيدان الأول، ونتحول مباشرة إلى أول المراكز اللي نتابع أبعاد كنتم ولا قريبين لمراد الوصول إلى خط النهاية. هذه أبعاد بشعار هجن الشحانية الشعار الأدعم يتواجد في صدارة هذا الشوط بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثاني أرى بروة القادمة بكل قوة والمنطلقة بشعار هجن الشقب والمضمر البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، يقدم لنا بروة في المركز الثاني بشعار هجن الشقب، بينما المركز الثالث مهيوبة لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، مضمر ومتابع لانطلاقة مهيوبة على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه مشاهدينا الكرام أمجاد لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس أرى شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني تدخل مع الهشيمية على مستوى المركز الخامس بمتابعة حمد بن طالب بن علي الجربوع المري في المتابعة والتضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في طيلة مسافة 8 كيلومترات ورحلة الكبار، رحلة طويلة مشاهدينا الكرام في هذا التحدي الكبير، حيث يظهر هذه الشعارات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا التحدي الكبير. كما نتابع مشاهدينا الأعزاء في الكادر الأعلى لا زالت السيطرة حتى هذه اللحظات مع أبعاد لهجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد في المركز الأول. هذه أبعاد مشاهدي الأعزاء بدأت تباعد المسافة وتنطلق في أول المراكز، ولكن الملاحقة الجادة من قبل بروة بشعار هجن الشقب، ومن يتابع بروة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، يقدم لنا بروة في المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث نتابع الوصول من قبل مهيوبة لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع أرى وأتابع أمجاد لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم أمجاد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس أرى الانطلاق مشاهدي الأعزاء
من الهشيمية على مستوى المركز الخامس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني حمد بن طالب بن علي الجربوع المري. هذا الشعار صاحب السيف في المهرجان الماضي في مهرجان أمير البلاد الأمير الوالد في السباق الماضي حضر هذا الشعار حضور الكبار ينطلق في هذه اللحظات في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى الفايف ستار مع استعداد هذه الهجن لخوض المعركة في السباق الختامي الكبير الذي يرتقبه الجميع في هذا الميدان الكبير، ميدان التحديات التي سوف نشهد بإذن الله تعالى إثارة ومتعة مع هذا السن بالتحديد. ولكن نعود مشاهدين الكرام نعود مجددا إلى البداية لنتابع السيطرة لنتابع الانطلاقة. الله يا أبعاد بدأت تنطلق مشاهدين الكرام، بدأت تعلن الانفرادة عن بقية المراكز وتنطلق بالمركز الأول بالكادر الأعلى. كما نتابع أبعاد تتواجد في المركز الأول لهجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم أبعاد، بينما المركز الثاني أتابع بروة لهجن الشقب والمضمر البطل سالم بن جابر بن جبران المري يتابع بروة في المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى الانطلاق مشاهدي الكرام من قبل مهيوبة لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم مهيوبة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه مشاهدي الأعزاء جاد لهجن الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فاران المري على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مواري لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه المراكز الخمس الأولى مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نتابع الأمور لا زالت حتى هذه اللحظات من خلال هذا الانطلاق الكبير من خلال هذا الحضور المميز لانطلاقة أبعاد على المركز الأول. أبعاد مشاهدين الأعزاء تعلن الانفرادة عن بقية المراكز وتتواجد في المركز الأول. هذه أبعاد مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، أبعاد تتواجد على الصدارة تنطلق بشعار هجن الشحانية الشعار الأدعم بمتابعة المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم أبعاد في أول التحديات، بينما المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات بروة لهجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن بن جبران المري مع ثاني المراكز. المركز الثالث أرى الانطلاق من قبل مهيوبة لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع تأتي في هذه اللحظة أمجاد لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت مشاهدينا الكرام مواري ومواريها الفوز والانتصار، مواري لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدي الأعزاء النداء للمراكز الخمس الأولى مع التحدي مع الانطلاق الكبير. الله 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 أتابع الصدارة، لا زالت الأمور مع أبعاد مشاهدين الأعزاء تقدم الأداء المميز تنطلق في الصدارة تنطلق بناموس هذا الشوط. هذه أبعاد لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم أبعاد وبروة في المركز الثاني لهجن الشقب والمضمر سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري مع انطلاقة بروة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مهيوبة لهجن الشحانية والمضمر والمتابع هنا مشاهدينا الكرام الذهبي سالم بن فاران المري مع ثالث التحديات. المركز الرابع نتابع الانطلاقة أمجاد لهجن الشحانية في المركز الرابع الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس أرى الانطلاقة من قبل المواري لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وغيوض أيضا تتدخل وتنطلق بأداها الكبير بشكلها الفنان. هذه غيوض مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بغيوض القادمة بكل قوة
بشعار هجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن نعود مباشرة مشاهدينا الكرام لنتابع التحدي. الأمور مع أبعاد مندفعة حتى هذه اللحظات منذ انطلاقة الشوط وهي على الصدارة. هذه أبعاد مشاهدينا الكرام لهجنة الشحانية. الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا أبعاد أول مشاغب. نعم المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع أبعاد. الله يا أبعاد على هذا الأداء الكبير والرائع. أبعاد مع التحدي. أبعاد مشاهدي الأعزاء تباعد المسافة وتنطلق بالمركز الأول. هذه أبعاد مشاهدي الأعزاء تفتتح لائحة الكيلو المتر الأخير الكيلو الخطير. أبعاد على الصدارة. أبعاد مع المركز الأول. المركز الثاني نتابع الوصول مشاهدينا الأعزاء من قبل بروة لهجن الشقب والبطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. ولكن أبعاد مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول تنطلق مع ناموس هذا الشوط. هذه أبعاد مشاهدينا الأعزاء. أبعاد كنتم القريبين لمراد الوصول إلى خط النهاية الحزام الأخضر مع أبعاد مشاهدينا الكرام. هذه أبعاد مع هذا الانطلاق الكبير قام الشوط راس وانهت الشوط راس وتصنع الفارق المستحيل بدون أي أوامر ولا تعليمات. ما تحتاج المشاغب يا محمد بن خالد يا بن عبد الله العطية ما يحتاج الأوامر. على أبعاد تنطلق مشاهدي الكرام بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة الكبيرة لأبعاد. أبعاد مع الفوز. أبعاد مع الناموس تنطلق بالمركز الأول تحقق إنجاز وصدرت الأوامر على ظهر أبعاد. إذن مشاهدينا الكرام هذا الشوط حضرت أبعاد الشحانية بشعار هجنة الشحانية الشعار الأدعم الكبير. تهانينا والناموس لجماهير هذا الشعار الكبير. تهانينا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من حضر حضور الكبار في هذا الشوط مع أبعاد. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني بروة لهجنة الشقب. المركز الثالث المركز الثالث مهيوبة لهجنة الشحانية. المركز الرابع جاءت فيه غيوب لهجنة الشحانية. المركز الخامس أمجاد لهجن الشحانية. إذن مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل تهانينا والناموس مرة أخرى لهجنة الشحانية على فوز أبعاد. قامت الشوط راس وانهت الشوط راس. تهانينا وألف مبروك للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية والتهنية لمؤسسة هجنة الشحانية المؤسسة العملاقة من تمتلك هذه النوعيات الفريدة في هذا العالم الساحر. حضرت مشاهدينا الكرام أبعاد بتوقيت وقدرة 12 دقيقة 39 ثانية 37 جزء من الثاني. تهانينا والناموس للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني بروة لهجن الشقب بمتابعة البطل سالم بن جبران المري 12 دقيقة 40 ثانية 77 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث حضرت فيه مشاهدينا الكرام مهيوبة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فران المري. قطعت المسافة 8 كيلومترات محتلها المركز الثالث في زمن وقدرة 12 دقيقة و48 ثانية و77 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.